لو نفسك تلمسي الكعبة وتدعي وانتي ماسكة الكعبة وبتقبلي الحجر اليماني، هقولك على في الفيديو ده هقولك على الميعاد الحلو جدا واللي هتلاقي الدنيا رايقة واللي هتقدري فيه تلمسي الكعبة، وكمان هقولك على طريقة حتى لو لقيتي الدنيا زحمة ازاي تدخلي وازاي تلمسي الكعبة وتدعي وانتي ماسكاها. خليكي معايا لآخر الفيديو وهقولك كمان الدعاء، هل الدعاء هيستجاب ان شاء الله ولا لأ، كل حاجة هقولها لك في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لسلسلة الفيديوهات العمرة اللي بنعملها عشان تبقي رايحة، دي نيتي والله وده الغرض من الفيديوهات، ان انت تكوني رايحة عارفة كل حاجة وتعمليها وتنفذي وتبقى عمرتك مقبولة 100% وما تنسيش حاجة وما ترجعيش ندمانة تقولي يا ريتني كنت عملت كذا ويا ريتني عملت كذا. فأنا هقولك كل اللي حصل معايا وكل الأخطاء عشان تتلافيها. طبعا كلنا بنكون مشتاقين جدا للكعبة ونفسنا نمسكها ونلمسها ونقبل الركن اليماني. الحجر الأسود طبعا ده بيبقى صعب جدا وعشان ما تزحميش فيه الرجال، لكن الركن اليماني بيكون متاح وممكن توصلي له. هقولك بس على أفضل وقت الأول لأنك تقومي بالعمرة بتاعتك وتعملي عمرتك، الوقت اللي هو بعد الساعة 7 كده الصبح لحد بعد العصر، وحتى بعد صلاة العصر كمان بتكون الدنيا رايقة برضو حلوة، ممكن تقومي بالعمرة وممكن تعملي عمرتك والدنيا رايقة، وساعتها هتقدري تدخلي عند الكعبة وهتلمسيها وهتقبلي الركن اليماني وتدعي براحتك الدعاء بتاعك. طيب دلوقتي كمان حتى لو الدنيا زحمة اعمل ايه؟ هقولك وانت بتطوفي، حتى لو الدنيا زحمة انت بتطوفي في وسط الستات، طبعا بتختاري مثلا مكان يكون فيه تجمع سيدات وبتدخلي في وسطيهم بحيث تتجنبي مزاحمة الرجال، فبتدخلي في وسط الستات وكل شوية ادخلي جنب اللي جنبك شوية، يعني وانت بتطوفي حاولي تدخلي ناحية الكعبة كل شوية تدخلي وتعدي صف، حاولي تدخلي وتعدي صف لحد ما هتبصي تلاقي نفسك دخلتي لجوه خالص بين الستات ودخلتي ناحية الكعبة وهتلمسي الكعبة. أول ما توصلي عند الكعبة هناك بقى هتلاقي ستات واقفة وكل واحدة ماسكة الكعبة بإيديها، فحاولي تستني لما تخلص وتروحي داخلة مكانها وتمسكي انت الكعبة وتلمسيها وتقبلي الركن اليماني وتدعي زي ما انت عايزة. دي احسن طريقة والله عشان توصلي للكعبة. طيب بالنسبة للدعاء هناك جاني اسئلة كتيرة بيقولوا لي احنا رحنا عملنا العمرة ودعينا كتير زي ما انت قلتي ورجعنا ونستنى ان الدعاء يستجاب، الدعاء ما استجاب لناش ومش عارفة في ايه، هل ربنا ما قبلش العمرة؟ طب ليه ربنا ما استجابش للدعاء؟ يا جماعة ربنا بيستجيب لدعائك بمشيئته هو، على مراده هو، مش على مشيئتك انت ومرادك انت، لأ هو بيستجيب للحاجة اللي فيها خير ليكي، ويدعو الإنسان بالشر دعائه بالخير. ما يمكن الحاجة اللي انت طلبها من ربنا دي فيها شر ليكي، يبقى ربنا هيجيب لك شر ازاي؟ حاشاه. فربنا ما بيستجيبش الدعاء الا على مراده هو ومشيئته هو، لان هو اعلم بالصالح واعلم بالخير ليكي. فما تقوليش كده، ما تقوليش لان انت كده بتدخلي في حرمانية، بتدخلي في عدم ثقة في الله، استغفر الله العلي العظيم. فما تقوليش كده، انت بتدعي، بتدعي ليه؟ انت بتدعي ليه؟ انت بتدعي لان الدعاء ده جزء من العبادة بتاعتك، الدعاء
جزء من العبادة بتاعتك، فانت بتدعي لأن ربنا أمرنا بالدعاء، وادعوني أستجب لكم. فده جزء من عبادتك، جزء من النسك اللي انت بتعمليها. انت زي ما بتعملي نسك العمرة وبتنفذيها بالحرف، برضو الدعاء ده ما هو ربنا اللي أمرنا بيه، ده ربنا اللي أمرنا بيه، ده فرض علينا يا جماعة، لأن ربنا أمرنا بيه إن أدعوني أستجب لكم. فأنت في المقام الأول أنت بتدعي علشان خاطر ده أمر رباني، وعلشان تاني حاجة إنه ربنا يستجيب، بس ربنا يستجيب بالحاجة اللي هتكون صالح ليكي، وهو عارف الصالح ليكي إيه. فخلي الدعاء أنت ادعي وما تستنيش الإجابة، سيبي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يدبرها، سيبي ربنا هو اللي يختار لك الصالح. وحتى لو ما تنفذت الدعاء، وحتى لو ربنا ما أجاب ليكيش الدعاء في الدنيا، فهو مدخرهولك للآخرة، وده أفضل وأحسن. فأنت دعائك مش هيروح والله، ثقي في الله وخلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيعمل الخير للإنسان، هو بيستجيب لدعائك بس بيستجيب زي ما قلتلك على مراده هو وعلى مشيئته هو، مش على مرادك أنت، لأنه هو أدرى بعباده وهو اللي عارف الخير والشر لعباده. فاصبري واحتسبي دعائك عند الله، حتى لو ربنا ما استجابش ليكي في الدنيا، هو مدخرهولك في الآخرة، ومفيش أحسن من كده طبعا. ربنا يرزقكم جميعا يا رب بزيارة بيته، وده شرف كبير والله، ربنا ينولهن جميعا، وروحانيات عالية جدا جدا، ربنا يمتعكم بيها يا رب، وتزوروا جميعا بيته، ويا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.